أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، إليكم هذه الجولة في أسواق مدينة نابلس ما قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد المدينة نشاطا تجاريا في هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى. يتحضر الناس هنا لاستقبال العيد لشراء احتياجاتهم من هذا السوق. نتحدث في هذه الجولة مع التجار والمواطنين أيضا بمن نلتقيهم هنا في الشوارع، نستطلع معهم آراءهم حول الحركة التجارية. تحدث مع أحد التجار هنا، يعطيك العافية. احكي. الله يعافيك. الله يعافيك. سلام أبو عصاب. سلام أبو عصاب. طب حضرتك شو بتشتغل هون في السوق لو تحكي لنا، وكيف وضع التجارة اليوم في نابلس؟ نشتغل على بسطة زي ما أنت شايف، من الصبح لهسه 150 شيكل من الصبح. يعني من الساعة 8 يعني من امبارح ولا شيء، لا من الساعة 8 الصبح 150 شيكل في الأسواق. مش احنا لحالنا، كل الناس هيك. الله يعين الناس، وبكره بيجوا لك بقرار من الحكومه انه سكر اربعاء وخميس في حالات كورونا بزياده. احنا مش عارفين عمين الرد، يعني على وزيره الصحه اللي بتحكي انه احنا في جائحه كورونا ثالثه، وبنقول نطلع على الدكتور كمال الشخره اللي بيحكي لنا في هبوط في الاعداد لا على الفاضي. كمان يومين ثلاثه بتسمعهم بيجوا بيحكوا لك انه سكر وفيش ولا وقفه عيد ولا ايش، هذه وقفه عيد؟ هي مش وقفه عيد. طب رغم انه الحركه، يعني في ناس بتتحرك في الشوارع، في حركه متسوقين، كيف بتشوف الوضع؟ ولا شيء، هاي الناس هذول بتسوق ونصهم بكزدروا جايين يتطلعوا، اللي جاي يبدل اللي جاي يعمل، هسه روح على محل على بسطه اي شيء، ولا واحد فيش بيع فيش حركه بالمره. تجاره سيئه بالمره، يعني احنا بنحكي على بسطه صغيره، الله يعين اللي عنده محلات، اللي مستاجر محل كيف بده يدفع؟ والله يهدي الناس يا رب، وان شاء الله ربنا بيهونها. مقارنه بالسنوات السابقه وبالاعياد السابقه كيف كان الوضع معكم؟ شوف بدك تحكي، طبعا احنا من ايام جائحه كورونا لليوم حتى العيد اللي مرق ما في يعني وقفات ولا اي شيء، بس بالاعياد اللي قبل احسن طبعا بكثير. يعني انا بالنسبه لي كزماننا اول احسن، يوم عن يوم احسن، اليوم اللي بيكون يعني اللي بيكره افضل طبعا، يعني ما فيش ولا وقفات عيد ولا في اي شيء، ان شاء الله ربنا بيهونها ان شاء الله. كل عام وانت بخير، شكرا لك، يعطيك العافيه. نتابع واياكم مشاهدينا هذه الجوله في اسواق مدينه نابلس، الاسواق البلده القديمه من المدينه. نتحدث ايضا مع احد التجار، يعطيك العافيه وعرفنا عليك. حبيب اخوك عبد الطقطون، مدينه نابلس. تحكي لنا شو مجال تجارتك، وكيف بتشوف حركة الأسواق في نابلس في الأيام العشرة ما قبل عيد الأضحى، وإحنا اليوم يعني العيد قرب أكثر؟ يعني إحنا بنحكي الوضع الاقتصادي، أول شيء بنعيد على أهلنا في فلسطين، بنقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر علينا. إحنا بنحكي شغلة واحدة، إنه الوضع الاقتصادي أول شيء تعبان كتير كتير كتير، والناس اللي أنت شايفها بالسوق اللي نازلة على السوق نازلة من الضغط اللي هي مضغوطه فيه في البيت. يعني الناس هي قاعده في البيت مضغوطه، بتنزل على السوق مع هاي الشيكل واحد، انا عندي محل عطور، بتيجي عندي زبونه بتقول لها ب 10 بتقول لك اعطيني بخمسه، بتقول لها خذي على حسابي وروحي ماشي يوم بعطيكي. يعني اغلبيه الناس نازله على السوق ما معها مصاري، ما معها ماده، ليه؟ احنا نحكي بشغلتين صغار، احنا في التسكيرات الاولانيه الثلاث اشهر اللي قعدناهم في البيت. انا اول بني ادم غير كثير من الناس اللي تضررت في التسكير. ليه؟ لانه فيش حدا اجى دق باب بيتنا قال لي شو ناقصك. انا بني ادم، انا بحكي لك انا عسكري في الامن الوطني مصاب جريح انتفاضه، فاهم علي؟ ايدي مقطوعه الحمد لله رب العالمين. انا بني ادم اجيت لما سكروا من ثلاث اشهر كان معي في بجيبتي 70 شيكل. اتصلت على المشتركه حكيت لهم وضعي 1 2 3 4 فيش شيء عندي في البيت، اجى عندي الامن الوطني على البيت، اجوا تنتين من الامن الوطني فرجوا على الوضع في البيت، جابوا لي خلينا نكون واضحين اكثر، جابوا لي جاجتين وجابوا لي علبه كرتونه بيض. لليوم بشوف وجههم، ما حدش دق باب بيتك. طب انا لما بدي اسكر او بدي اعطي التجار المحلات التجاريه بشكل عام، لما بدي اسكر لازم يكون في ان اشوف الناس المتضرره اكثر، اللي ما حدش ليه بتدعمهوش، ليه بتطلعش عليهم. احنا بنحكي على التسكير، انا مع التسكير ومع انه تنزاح حجز كورونا، بس بدي اسال سؤال للحكومه تبعتنا او لشتي او للملحم، لما بيطلع على التلفزيون بيقول تسكير، احنا يا عمي مستعدين نسكر شهر وشهرين وثلاثه، في حل؟ بتروح كورونا بعد ثلاث اشهر لما نسكر بتروح كورونا؟ ما بتروح كورونا، بدنا نتعايش بهذا الوضع اللي احنا عايشينه. كل الدول الاجنبيه والدول العربيه تعايشت مع المرض الا فلسطين، شو هذا تعايش مع المرض؟ احنا لما بسكر انا يوم سبت ويوم جمعه شو استفدت؟ طبعا مستوى المواطنين هون في نابلس او غير نابلس، الناس عادة تتحضر للعيد سواء باللباس بالطعام بالحلويات، هاي الأمور كلها. السنة شو مدى، يعني كيف الناس بتحضر هاي الأمور حاليا؟ هل أنت مقدر فعلا تتحضر لهي الشغلات،
او شوي تقلصت امكانياتهم على الشراء وعلى التجهز بهي الشغلات؟ خلينا نحكي بشكل عام، الوضع الناس تعبان، وضع الناس المادي سيء ماشي. اليوم الناس قاعده بتختصر شغلات كثيره، يعني بتختصر ما بتشتري لها، بتشتري لاولادها الفرحه اللي هي للولد الصغير، زي ما عملوا فينا بالعيد الصغير، قالوا لنا ما في عيد وخلونا نسكر قبل بثلاث ايام اربع ايام ليله الوقفه، وخلوا كسروا البلد ماشي. وليله الوقفه طلع، انا بني ادم، انا بحكي عني كشخص عبد، اسمي عبد الطقطوق، انا بني ادم ما اشتريت اوعي لاولادي بالعيد ماشي، لانه ما فيش عيد. قلت يوم ثلاثه تفتح البلد، بننزل يوم الثلاثه بنشيل اوعي عيد وبعيده. طلع اشتي وطلعت الحكومه ليله الوقفه تروحوا عيدوا. طب انت حرمت لي فرحه ابني، ليش حرمت انه ابني يفرح وينبسط بالعيد الصغير؟ ما خليتني اشتري له اوعي او اخليه ينبسط بعليه الوقفه تروحوا تعيدوا؟ طب وين معناته؟ ما في معناته، ما في قرار صارم لهذا الموضوع. انت بدك تيجي، انت الناس من ايش خايفه؟ الناس خايفه انه كمان يومين او ثلاثه يجيوا لك تسكير. طب انا كيف بدي اعيش مع الوضع؟ كيف بدي اشتري اولادي؟ كيف بدي اصرف على بيتي؟ كيف بكيف كيف كيف البيت اليوم البيت الفلسطيني، وانا مسؤول على حكيه في نابلس بشكل عام، 90% ما عندهم مونه ببيتهم. الحكومه ما بتطلع، التنظيم ما بتطلع، تنظيمات اللي بقول لك احنا طلعنا على الناس والاسر التعبانه، انا بقول له منهم، انا بقول له كذاب، ما طلعت على الاسر التعبانه. حبه منظور الناس كان ما عندها، كانت تتصل للناس. احنا الاخت عنان الاثير انا اتصلت فيها تلفون شخصي، قلت لها الموضوع انه في ناس وضعهم 1 2 3 4، لان رفعت ايدي كمحافظه، حولنا الموضوع، اتصلنا على كمان واحد صار يصيح علينا صياح، خالي المونه انكبت بالزباله وحياه جلاله الله انكبت بالزباله وتوزعت على الناس، الناس اخذت كيلو خبز. احنا بنحكي للحكومه انزلوا على الشارع، انا بناشد اشتي وبناشد الرئيس ابو مازن وبناشد الحكومه كلها تنزل على الشارع، تلف بيت بيت على مدينه نابلس وعلى الضفه العام بالضفه بشكل عام، وشوفوا الوضع المأساوي. لا تنظيم سائل ولا حد سائل، بس احنا شغل اعلام. وشوفونا يا ناس، كل واحد ماسك بليفونه وبعط له الكرتونه، وهيني نزلت كرتونه وبقيت الناس اكل ماكل خرا زي 700 شيكل بعيد عنك. ناس اخذت، وناس كثيره من الناس اللي هي فقيره وحياة جلاله الله ما اخذت ال 500 شيكل. انا عسكري يومت عندي اقساط، عندي حوالي 10,000 شيكل دين مديون وعليه محاكم. يومت الاعلان الطوارئ بثلاث اشهر توقف معاشي، انا بنادم توقف معاشي ليله الطوارئ. وين الطوارئ؟ طب انا ثلاث اشهر اربع اشهر مش نازل معاشي، انا عندي ثلاث اولاد وعندي مرة ببيتي وانا اجاني مولود جديد، منين اصرف عليه؟ اروح اسرق؟ انتوا بتخلونا نروح نسرق؟ انتوا بتخلونا نصير نصابين؟ لان معاشي لما يوقف اربع اشهر شو استفدت انا منك؟ كجريح. طيب شكرا جزيلا لك، كل عام وانت بألف خير، يعطيك العافيه. ايضا نتحدث كذلك مع تجار اخرين، مرحبا يعطيك العافيه، نتعرف عليك ممكن؟ عرفنا عليك حاج لو سمحت. مصطفى عمر. طبعا عمي احنا يعني ايام ما قبل عيد الاضحى، كيف بتشوف حضرتك كتاجر ومحل البسه وشالات، كيف بتشوف اوضاع الحركه الاسواق في نابلس ما قبل عيد الاضحى؟ والله الاسواق يعني مش بالوضع الطبيعي اللي هي لازم تكون فيه، يعني هي اسواق اذا بتطلع يعني الحركه خفيفه جدا، يمكن اليوم في شويه ناس في البلد، مش يعني حركه عيد. طبعا بحكم انه فيش رواتب للموظفين لسه نازله، القطاع الخاص كمان رواتبه مش نازله، يعني اوضاع الناس الاقتصاديه صعبه. اي مدى بياثر موضوع يعني سوء الاوضاع الاقتصاديه على فرحه استقبال الناس للعيد، استقباله بفرح وسعاده كما كانت جرت العاده عاده بالسنوات السابقه؟ شوف يعني من الفتره اللي صارت فيها مشكله مرض الكورونا، يعني البهجه راحت من قلوب الناس كلها، الناس ماشي بحذر وترقب وخوف، وانعكست على أوضاعهم النفسية والاقتصادية والاجتماعية يعني. فالبهجة والفرحة يمكن مش متوفرة هالأيام هاي يعني في نفوس الناس، ممكن تلاقيها عند الأطفال الصغار، لكن عند الناس الكبار يعني بواجهوا عدة صعوبات، منها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والقلق على وضعهم ومستقبلهم. طب رسالتك اليوم كتاجر في هذا ظل هاي الأوضاع، في ظل جائحة كورونا، يعني بدنا نتحمل هالأوضاع وإن شاء الله شعبنا يقدر يمر من هالأزمة ومن هالتجربة ونطلع كلنا بسلام وخير إن شاء الله. شكرا لك وكل عام وانت بخير. نتحدث أيضا مع أحد المواطنين، يعطيك العافية، لو تعرفنا عليك حاج. عزمي محمد فاسف، يا مدينة نابلس. حاج عزمي، تحكي لنا حضرتك برضو أحد البياعين أو أحد اللي بيشتغلوا في السوق اليوم في مدينة نابلس، كيف بتشوف حركة البيع والشراء اليوم في المدينة؟ اليوم حركة البيع والشراء الحمد لله يعني مرتبة
الحمد لله مرتبة حركة البيع وكل المحلات بتبيع وبتشتري الحمد لله، بس ولكن ما بتسد الفائض اللي راح منهم، ما بسده. يعني هلقيت اللي عليه شك، هو الوضع هذا هو ما اشتغل اليوم بده برضه، اللي عليه اللي له شك ما برحم برضه، بقول لك يا عم انت اشتغلت تعطيني حق الشك اللي اشتغلت فيه. يعني انا بشار عرباية، انت لما هذه البلد تشتغل انا بكره بصير نقلها بضاعه لكل المحلات، بصير في عندي شغل، في عندي قابل ان انا استقبل العيد في مصاري معي واعيد انا اولادي. ولكن لما يكون برضه الواحد موظف ما فيش معاه مصاري، منين بده يجيب؟ وبده يجيب مصاري غصب عنه عشان بس يشتري اولاده الصغار، مش اله، اله ما بيشتري، بس يعيد للاولاد الصغار بس مش اكثر. نسال الله ان رب العالمين انها تمر هالكورونا بخير على هالامه، ورب العالمين نجه شعب فلسطين وشعب كل الامه الاسلاميه. وندعي لرب العالمين في هذه الايام الفضيله، ايام ذو الحجه، ايام ذو الحجه هذه الايام كانت ايام فضيله، كان الصحابه من هذه الايام العشر الاواخر بذو الحجه كانوا يفوتوا بالاسواق ويهللوا لبيك اللهم لبيك، الله اكبر الله اكبر. هذه العاده انقرضت في هالبلاد، لان الناس صارت اهتمامها بالشكات، اهتمامها بالحياه، ما اهتمامها بالدين. نسال الله ان رب العالمين يقوينا في الدين بس. شكرا لك يا حاج، وكل عام وانت بالف خير. نتابع وإياكم مشاهدينا هذه الجولة في أسواق نابلس القديمة. نحن نتجول الآن في أحد الأسواق القديمة لمدينة نابلس. يشهد هذا السوق حركة للمتسوقين والمواطنين أيضا. السلام عليكم، يعطيك العافية، تعرفنا عليك لو سمحت. يوسف الشنيك. أخ يوسف، تحكي لنا كيف بتشوف حركة نابلس اليوم مع العيد واستعدادات الناس للعيد؟ في يعني الحمد لله في شوية طقطقة، يعني في شوية شغل. أما الأيام اللي قبلها علي ما فيش شغل من مرة، يعني تنزل البصم علي بتكلف 70 80 شيكل، يعني تقلب 20 30 شيكل، يعني مخسر يعني ينزل. كيف بتشوف استعدادات أهالي نابلس لاستقبال عيد الأضحى؟ يعني مش قوي، مش زي كل عيد، يعني هيك وهيك. طب رسالتك اليوم كأحد المواطنين في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بمر فيها اليوم المجتمع الفلسطيني، شو بتحكي اليوم؟ الله يصبرهم علي، يعني الوضع يعني سيء للغاية الوضع، يعني الله يعين الناس. يعني برضو الحكومة تاعتنا مش مقصرة، يعني برضو خايفة على الشعب. والله يخلينا أب مازن والحكومة يا رب. شكرا جزيلا سيدي، يعطيك الف عافيه، كل عام وانت بألف خير. نتابع واياكم مشاهدينا هذه الجوله في اسواق مدينه نابلس. رغم سوء الاوضاع الاقتصاديه التي عبر عنها التجار والمواطنون هنا في اسواق المدينه، الا ان حركة التجار ما تزال وحركة التجارية عفوا ما تزال نشطة. يحاول الأهالي والمواطنون هنا أن يستعدوا لاستقبال عيد الأضحى المبارك برغم إمكانيات الاقتصادية الضعيفة التي تأثرت بشكل كبير بفعل جائحة كورونا. مرحبا، يعطيك العافية. لا انساك من عرفنا عليك لو سمحت. عز الدين ابو مصطفى. طب تحكي لنا كيف بتشوف حركة العيد اليوم، حركة نابلس واسواق البلد القديمة في ما قبل العيد؟ كأنه عيدين بعيد واحد السنة بنابلس. صلاة النبي بالعيد اللي مرق ما جاش زي هيك. ما شاء الله ملانة حركة بلد والناس كلها شغالة. بقول لك اللي بقول لك ما اشتغلناش محلات البلد ردش عليه عمي، كل اشتغل صلاة النبي، كل البلد فات. طب شو مجال شغلك تحكي لنا؟ مجال شغلي انا بشتغل مستعمر طرائيل. يعني احد العمال اللي بيشتغلوا في المستوطنات والمستعمرات. تمام. طب شو مدى تضرركم اليوم في فعل جائحة كورونا، وكيف تستعدوا لاستقبال عيد الأضحى في نابلس؟
عادي مستعد كعيد كانه عيد عادي ماشي زيه زي بقيه الاعياد المرقه. كل عام وانتم بخير، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. اتابعوا اياكم مشاهدينا هذه الجوله ايضا في اسواق البلده القديمه لنابلس. مرحبا، يعطيك العافيه. عليك حبيبي، كيف حالك حبيبي؟ صالح الطقطوق من مدينه نابلس. عم صالح، تحكي لنا اليوم احدك حضرتك احد التجار والباعه هون في البلده القديمه، كيف بتشوف اسواق نابلس ما قبل العيد؟ قبل العيد كانت اسواق نابلس يعني سيئه تحت الصفر، لانه كان الوضع الاقتصادي والخوف من الكورونا والمرض وهاي الشغلات والتسكيرات، دائما بتاثر كل ما يصير في تسكيرات للمحلات بضعضع، وصار بلبله الفيس انه اليوم مسكر انت فاتح، اليوم مسكر انت فاتح، فهي البلبله بتضعف الاقتصاد الفلسطيني يعني، والاقتصاد الفلسطيني دائما مربوط تحت ايدين الاحتلال الظالم. رغم ذلك في محاولات للناس بيحاولوا يستعدوا لاستقبال العيد ولو برغم امكانيات بسيطه يعني، كيف بتشوف استعدادات اهالي نابلس اليوم لاستقبال العيد؟ اول شيء احنا اهالي نابلس من ظلم الاحتلال نتحدى الاحتلال وتعلمنا كل شيء، صامدين بأرض الميعاد، بدنا نفرح من دون ما نحزن ومن دون أي شيء. تحية لشهدائنا وأسرانا البواسل وجرحانا، وتحية لكل مناضل شريف في مدينة نابلس. كل الاحترام، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا لختام هذه الجولة التي طفنا بكم فيها بأسواق نابلس القديمة، واستمعتم لكيف يستعد الناس هنا لاستقبال عيد الأضحى المبارك رغم سوء الأوضاع الاقتصادية التي تأثرت وازدادت سوءا بفعل جائحة كورونا وما يترتب على ذلك أيضا من إغلاقات مستمرة للحركة التجارية ومظاهر الحياة العامة. نشكر لكم طيب المتابعة ودمتم بأمان الله.